ايوه ايوه اهو شايفينه ايه ده اهو شبه اقرع ايه ده نظبط التسريح استنى حسب الله ونعمل الفيل تمام اتمنى تكونوا مبسوطين يعني خلاص يعني يعني مش شايف والله العظيم اسمه تحدي نص مليون بالنسبه لي عقاب والله العظيم انا قال لي مقبوض من امبارح على اللي هيحصل لي النهارده المهم احب بس اقول لكم حاجه في البدايه كده بسيطه جدا 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 طبعا شكرا لكم جدا 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 على دعمكم الفتره اللي فاتت نص مليون وصلنا لها الحمد لله انا وعدتكم الصراحه بس بقى عشان حلاق العيله وصل ايه ده في يا اسطى يلا يا اسطى اقول الجملتين والله بيجيبوا دموع والله العظيم بيجيبوا لايكات فكك يا عم الناس ما بتعيطش اللي ما عندهمش احساس هو في حد يعيط لك تعمل فكرة عقاب ده يابا اخلص ولا انا بقى مش واه تعالى ولا ده لا تلوين بس لوين هم اللي قالوا لي يا اسطى والله يا جماعه انا شعري دقن الحاجات دي يا اسطى بقول لك عادي عادي والله بتعمل مش رامز عملها رامز مين رامز جلال انت ممكن البس الكاب بالله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى يعني اي حد عايز اي خدمه هدز رقمك رقم لو حد عايز مثلا تغسيل اموات اي حاجه من الحاجات دي كلها احنا موجودين برضه عندنا عندكم في الاوبشن في الكوافير عندكم ده ان شاء الله تحدي المليون ايه لا تغسيل اموات ايه يا اسطى لا في ايه نجربه لا والله تقعد يومين في عندي ليك تحدي حلو ايه تحدي 24 ساعه في الاب ايه ده ده حلو يلا ما عامله 24 ساعه في البسين احنا نعمله في الاب بقى لا 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 احنا هناخد فيديو في حته ثانيه كاتمه والله كاتمه وانا بتخلي من حته ضيقه معلش بتخاف خايف ايه تحدي ان شاء الله المليون ببص بقى لا انا طالب بقى حاجه معلش ان شاء الله تحدي المليون يا جماعه انا جاي فيه ان شاء الله مش هتبقى بالالوان دي امال ايه هتبقى صبغه ايه دائمه ايه ده لا انا مش هصبغ هيصبغ لا هيصبغ يا جماعه كات هيصبغ هيبقى دقن وحواجب بصبغه دائمه وهو قال لي ما تقولش اي حاجه عشان ما تلبسنيش وانا لبست واقسم بالله ولا والله عبقر لو قطعتها والمصحف والمصحف لدفينا هيبقى تحدي ال 24 ساعه في القبر بقى معاك خلاص اسكت انا خلاص واشتركوا في قناتي اشتركوا في قناه ماشي خلاص اسكت بقى واتفرجوا على الفيديو خلاص ماشي بصوا يا جماعه احنا ايه بما اننا دوت المفروض يبقى تحدي الضحك فاحنا هنمزج الحاجتين بقى تحدي الضحك مع تحدي نص مليون احنا هنتفرج دلوقتي على حاجه قواعد ايه يا حبيبي بقى يعني ايه لو ابتسمت عادي لو سناني بانت ترش لو سناني ما بانتش ما ترشش كده بقى كده تمام كده كده تاني بقى اقفل مفيش ايش خلاص كده مفيش ايش تمام التوتوريال بتاع ده التوتوريال بتاع الفيديو تمام بس كده يلا بص يا عم سامي انا هخف من فوق حاجه بسيطه خالص ايوه وهدرج الجناب عشان ممكن استشهر او اعمل اي حاجه بعد كده اعمله كيرلي اعمله كيرلي خليك يا عم سامي ايوه كده يا عم سامي الله ينور عليك كده بالظبط اللي انا كنت عايزه الله عليك يا عم سامي بالظبط سنينك بانت لا 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 انت بتخم لا والله العظيم ابدا والله اهدى اهدى سنينك بانت اهدى وحشه اصلا وحشه انا حسيت ان هو هيعمل يعني كان ممكن يبقى احسن لو عمل فلتر لقلع لا وحش 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 كان ممكن يعمل فلتر لقلع لا انت ليه بتقاوح والمصحف ده والمصحف انيس 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 الكاس دي بابيل طه يا زكريا انت بتضحك ليه ليه ما انا بضحك عادي انسان انت بتضحكني والله والله حلو يا زكريا لا حلو حلو طب انت ايه ده وانا هصبغ اتفضل اصبغ ايوه انا لا اتفضل بحث يا انت بقى ده انت بقى تعرف سامي العدل عارف عارفه يرجى الراجل جيدا لا بشكل ده ايه لا ده تمرين من فوق ليه بص انا هخاف عشان ايه اول يا نهار اسود انت بتعمل ايه ايه ده بتلمع قلت لي اجيب مناديل لا يا رامز عيني انا عم اجيب بتاعه تحرقني يا عم انت اجيب بتاعه والله يخرب بيتك فين السبرت سبرتو يا نهار عندك جاز عايز جاز ده والله الحمد لله عيني مش زرقاء انت كنت عامل يعني زرقاء كده حلو والله فكر لا 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 فك خلاص خلاص والله يا اسف بس انا اسف انا اسف ايه ده اعمل عادي ولا لازم ده انت حظك انا لازم مش باين بقول لك ايه انت عارف ان البنفسجي بيبان ما هي بقى دي الفكره بقى لازم ده خلاص يا جماعه اوت نبقى نستخدمه في ديكورات يلا الفيديو الثاني ضرب التروسيكل بتاعك حد عند القرش يضرب التروسيكل بتاعه قرش واحد بس ايه ده في ايه ايه ده قول لا ليه ايه ده شغال ازاي ما اعرفش بيقول ده بيدربه يلا ده ما بقول لك بقاله سنه بيدربه بيطلع كده
بول 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 لف 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 والله العظيم بنسى. ايوه انا تعبت هاي اوف زي سامون هو ايه ده والله. قال له اس ادي له قرش يا علامي. ايه ده ايه ده في ايه يا ابني؟ بقول لك المصريين دول الدماغ. اه والضحك بيعمل والدماغ. يا نهار اسود. بص بص بقى اعمل ورا شويه يعني ايه وما تعملش قدام. ما تعملش كتير قوي فاهم. ما تيجي تعمل في الجنب شويه. يا نهار اسود. حلو خلاص ودني. حلو الوحش ده تحفه. طب ايه خلاص كفايه انت استحليتها. دي ناحيه طب اشوف هوا ساقع هنا خلاص يا ابني. يا نهار اسود. حلو ده بيت. ايه ده بيت كنايه والله. انت هتنزل توصلني كده؟ انا لا مش هوصلك. بقول لك ايه بس صدق الازرق حلو ودي لمعه حلوه. ما هو انت برضك مش جايب اي حد. يا نهار ابيض. ايه عارف ايه واخد بس كيش كيش ايه عامل كده صح يا جدعان. مفيش عقاب في 600 ولا 700 انسوا. لا مش مضايق والله. والله 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 حلو والله عاجبني. لا عاجبني عاجبني. عارف انا والله العظيم شكله عامل ازاي؟ عارف انت عايز من جهه امنيه؟ عارف انت ريكو لما دخل قال لك اوه ايه انكل نفس اللي سمعها على زيي اقسم بالله. عارف ايه اللي حصل له في الفيلم؟ واتضرب على فئه صح. وانت معاك 10 برتقال. 10 برتقال يا عم ما تخلوا البطيخ عشان بحبه. ده سؤال انا بسالك سؤال عادي وبعدين ما ينفعش بطيخ عشان ده انا هقول لك مثلا لو معاك 10 بطيخات اكلت منهم 5 هو انت ينفع تاكل 5 بطيخات؟ لو انت معاك 10 برتقانات مسكرين اكلت منهم 2 لما الاثنين هم خلوهم بقى بطيخ وخلاص. ايه ده يا لهوي. ماشي في سكه لوحدك خالص فجاه طلع لك واحد اي حاجه تطلبها هنفذها لك. تطلب منه ايه؟ بطيخه حمراء ايه ده هو ده بيعبد انا مش عارف اتفاهم معاه. واحد هيطلع لك ويقول لك شباك لبيك اجيب لك اي حاجه في الدنيا. هتطلب منه بطيخه؟ اطلب حاجه كبيره. سيبك من ولا بطيخ ولا بتاع اطلب بقى حاجه كبيره جامده كده. 20 فدان وجزجرالك بقى. هتعمل ايش بقى في ال 20 فدان والجراي؟ هخلي الجراي يحرق ال 20 فدان وجهزهم كلهم وازرعهم كلهم بطيخ. يا لهوي على سيد الصغر. ايه ده؟ سنينك باينه. لا ما تضحكش. ما تضحكش. اصلا هتعمل ايه تكتب من كده ده؟ طب بقول لك ايه خد الحته دي لا لا سيبها في الاخر سيبها عشان ما تعميش عشان هتعمي والله. انا هتعميها. لا هتمسكها انا انت تاخد بتعمل ايه؟ يا نهار اسود. ايه ده السد لونه حلو. انزل لهم تحت كده. ايه ده انت بتمسح فين؟ هو السبخه. يا نهار اسوح. ولكن حاسس ان الميه بتنزل. حتى في ميه بتنزل في رقبتي في القفايه دلوقتي. حاسس بيها الحقها بسرعه. انت بتعمل ايه؟ انت بتليس يا ابني. طب وصلي شعري خلاص خلاص. لا والله واللي احنا بنعمله ده ايه؟ خلاص انا هسيبه براحته والله هسيبه براحته. الحمد لله ما جبتش اصفر ولا اخضر ولا الحاجات دي. والله ده التحدي الجاي بس هيبقى دائم ما بيطلعش. اللي بعده يا مليان ينظري حرم لغيرك نلت في تنايا مليالا ينظري. دبيلة ما بيغني. حياتي في بعدك دبت والله دبيلة. حرم لقلبي نلت في تنايا مليالا ينظري. عجب زوري في يا عم انت في عجب زوري. ما تسألش الضحك عليك. ما تسألش صح. بيقول لك لما نتجوز هنلف العالم ونسافر سوا. ايه ده هم قاعدين في الفين يا انت واخد بالك ان هو جنبهم بالكليه هم جنب كليه الميه اه بياكلوا بطيخ يا ده ابتسامه قوي اسنانك حلوه لا على فكره بقى والله العظيم بيجرني لل اسنانك باينه باينه هل انا بتبلش؟ لا ما تبلش بس انت اللي بتضحكني. اي براذر السلسله دي بقى كده بابا يا يا براذر ايش ودني يا ما تحطش في ودني حاجه لا ايه في ودنك ايه الغباء ده كده هو يعني ايه العبط ده؟ اعمل ايه؟ بتعمل كده؟ ايه ده دي بتتقفل كده والله سبحان الله. اهو قفلت ودني يا جماعه. ودني بص يا جدعان ده بيركز اقسم بالله تركيز اوفر والله العظيم. ايوه تسلم يا باشا خلاص كفايه يا باشا كفايه يا حبيبي حبيبي تسلم تسلم بايدك يا باشا. انا بجد بقول لك انا لسه طالع من المنتخبات دلوقتي لسه منتخب يا جماعه. ايه ده؟ تبغ تعمل ناحيه ثانيه؟ فيديو كده؟ فيديو جاي ايه؟ بتمشيني كده؟ محتويات بودرة نيش ايه؟ مذيبات عضوية عطر غاز بوتان بروبان ايوه كلفونة حلو انا عارف لا طالما كلفونة خلاص ايوه ايه الاسماء الحاجات دي بجد؟ طمنها طالما كلفونة خلاص بيقول لك يا ريتني ما لقيت ده هندي صح؟ ده سبحان الله استنى سبحان الله بقول لك ايه ولا تقول لي مارفل ولا دي سي
عدى ده عدى. اللي بعده ان هو بيتشال. لا بيتشال. سالت والله ست اهو. طبيعي الازاله عند الوضع تثبيت بعد بعد ساعه. قولوا المصحف. قولوا المصحف. اه كداب. اوكي بيبول ليتس جو. غطاس ده ولا ايه؟ ايه ده؟ ده اوكي دماغ عاليه. ده دماغ عاليه ما شاء الله عليه. ده لما تشتغل بحته ب 200 والله العظيم ده فاهم بيشتغل بضمير كمان كرييتيف. اه وانا كمان انت اوكي. انا بس هو ضحكت يا جماعه عشان ما ينفعش تسيب الجزء ده. عايز ايه؟ ما شاء الله. هفتح لك يا حبيبي هفتح لك كوافير. خلاص هفتح لك كوافير والله. خلاص كده عملت قفايا. اه لا موجود يا بيه. لا 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 مظبطين. فرح انسى. لا لا مش مش هبوظ المشت. مشت مش مش عارف ايه انا مشت يا جماعه. لازم يا جماعه ابقى كول قوي بقى. يلا بقى عشان اعتقد إيه كفايه كده. هقفل الفيديو خلاص. لا هقفل الفيديو. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اعتقد كفايه كده يعني يا عمك. ماشي يا جماعه اعتقد ده نهايه الفيديو وربنا ما هوعدكم بحاجه تانية. خلاص مفيش يعني انا هوعدكم لما يوصل 1,000,000 مشترك هتبقى صبغه دائمه. المهم اعتقد ده يعني ده كان فيديو النهارده ودي كانت صبغه النهارده يا جماعه. اديني بقى كام من 10 يعني على الصبغه. تخيل في فيديو المليون بقى لما يبقى الدقني لون والشنب لون حاجب لون حاجب تاني لون. لا 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 مش دمقش دائمه. لا لا مش دائمه يا اخي. لا 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 خساره في المتابعين. تداني خساره في المتابعين. يلا معلش يا خساره. ماشي يا جماعه خساره فيكم يعني مش هبقى حواجب. ممكن اعمل شعري شايف كده على فكره يا جماعه مش خساره في قناتي. طب بقول لك ايه انت لما توصل 150,000 انا عمري التزمت بكلمتي. لا خلاص انا بقى نعمل وبس كده يا شباب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هتلاقي قناه الواد جامايكا تحت. الواد جامايكا لا ما يخص الكوافير جامايكا. ايه ده؟ ايوه انت اصلا انت جيت لي مرتين اصلا. استاذ جامايكا هتلاقيه تحت في الديسكربشن. لو اي حد عايز بقى حلاقه شعر دقن سشوار فاهم الحاجات دي هتلاقوا صالون تحت عنده. هو في في كل حاجه يا جماعه في كل حاجه. بس وانت لو عجبكم المنظر ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو دوت عشان ايه نوصل بسرعه كده اول 100,000. اه الواد تعب برضه. الواد ده اتخانق في الاوتوبيس والله العظيم. كان السواق في السواق ايه انا احكي لك. لا ما تحكيش خلاص وبس كده. اه ستوب فاهم. ام هي قامت قايمه ضرباه قعدت على بعض طلعت خارجيه فاهم. قمت انا بقى قايم قمت رايح واقف هناك قعدت اتفرجت بقى ايه وسطهم فاهمني. قلت له خلاص يا عم ما تنفعش تزعل الست. قامت واحده بقى من اخر الاوتوبيس خالص عايزه تيجي تصورها عشان تنزل بوست على الفيسبوك. ما اعرفش يقول لي عندها 70 سنه تنزل بوست على الفيسبوك. ايه بقى الحل؟ طب يا جماعه بس وده كان فيديو النهارده. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. انت ما قلتليش حاجه.